أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 29 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة 30 ربيع الأول 1438 الهجرة، الموافق 30 ديسمبر 2016. درس اليوم غزوة حنين وحصار الطائف، مع مقدمة لغزوة تبوك. ما يرضى ربي سبحانه عز وجل السقي أدنهضر إذن في غزوة معروفة، غزوة حنين، لأنه حق حصار الطائف هو امتداد لغزوة حنين، مقدمة عن غزوة تبوك اللي هي تسمى بغزوة العسرة. هناك نظرات كثيرة في هذا الموضوع بشقيه. درسنا عندنا مثلا المسلايد عن نتائج فتح مكة. بعد فتح مكة صافي دولة الشرك سقطت، سقوط دولة الشرك دايم دي قمارة. قريش ثغلت الإسلام والحمد لله. كبار زعماء قريش دخلوا الإسلام من أوسع الأبواب، سهيل بن عمرو كنت سمي كثير، ونقلان في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، مخدمنا كني المصالحان هنا الصلح، العقد عقد الصلح ذي الحديبية، أنا وقلان زعيم المشركين سي الجهة النظام سهيل بن عمرو يشمد الإسلام وحسن إسلامه وصار بكاء، كان يكثر من البكاء عند سماعه للقرآن، وكان يكثر من الصلاة والصيام، وكذلك أتصدق شمان عكرمة بن أبي جهل وغيرهم، يعني نهضرت فلاس من شاعر قريش ونمو النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يجب ما قبله، نحكى دوكث المراقي فيما سبق. ثورة جماعة الخير لن تقيم تدسيث القبائل العربية قوانت قبيلة هوازن أكد قبيلة ثقيف، قبيلتان عربيتان قويتان، سيث القبائل قوانت مليح ذنيثي دي قيمن ذي المنطقة ما زلتنا على الكفر. ذا شو السنان لنستر قريشني قريشني اقتحرف النبي صلى الله عليه وسلم ثورة ذاين تشمد الإسلام، والناس دخلوا في الإسلام أفواجا، مكة فتحت، دولة الإسلام ثغرت قوى ثغرت جهد، صفي محمد صلى الله عليه وسلم ينصرف ربي تنصر المسلمون أصبحوا قوة في المنطقة. ذا شو سنان ناس فارغ محمد، لقد فارغ محمد لقتالنا ثورة معناه ثورة ثنا يسو جدي ما نسين كني ناس فلنغزوه قبل أن يغزونا نثني يسو جدا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي ذي النياس ماشي حارف نثني أسقارا ثورة إلى قن أثنغزونو كني أقفلا ذي زوير نسا طمير ديفونس لاتاك، يعني افضل وسائل الدفاع هي الهجوم. سوجدني منسن هكان دي منسن الحرب. وطبعا ذاك يا جماعه الخير نهضرت فيما سبق في تبريرنا في 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 مقاصد الغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على السيف، ماشي انتصر بالسيف، لربي تنصر وما النصر الا من عند الله، ولكن جميع الغزوات التي خضها المصطفى صلى الله عليه وسلم لها ظروف ولها مبررات معقولة، منها هذه صفقة سويت دي من سن الحرب وسقرن كنية يغزون. فكان اللقاء في حنين، طبعا بلا ما نشمل التفاصيل كما هي ذكرت في كتب السيرة، وقد وقعت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، الكسبواس وستمانيا من الهجرة النبوية ذقوقور شوال، يعني ديوسان بعد رمضان. خذ من الزعيم نسن بعد ما أجمعوا على الحرب هجاني من نسن، يعني أقصد هوازن وثقيف سوجرني من نسن باش الحرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كنس الولاية. إيون الزعيم ذا مقارن اسمي مالك بن عوف. مالك بن عوف اختارنت أيغر لعدة أسباب. السبب الأول أنه مقاتل شرس، يعني يتوسل وزرم
الحروب اللانت وكذا إلى آخره تفجيل انتد المقاتلين الكبار الأفذاذ وفي جميع الميادين في كل مجال دي تفرير يعني تفرير الغشي كل يوم عنده يجهد وكي معروف بالقتال نس مقاتل شرس ويسعى أيضا شجاعة قوية جدا معروف بشجاعته ماشي هو أنه ليستسلم بسهولة خاطئ ملك بن عوفي في ثلاثة معروف بحنكته يسعى الحنكة يسعى التخطيط القدرة على التخطيط والإبداع في الحروب يعني ما فكان سرايا فكان سراي فكان سراي يعني الناس خطر وقى يسعى الحكمة يسعى الحنكة يحرش إلى آخره حاجة نظن أنه خطيب يزمر ذي هضر يسنى ذي هضر معناه باش هذا يحفز الجيش جيش هوازن وثقيف في الحرب يعني يسعى القوة على الإقناع من أجل رفع الروح المعنوية للمقاتلين المهم اختارت وانت اسمي اختار الناس الشي ذا قرون نغ الشي ذا قرون نغ انت صاحب الراية انت شي الزعيم النغ اخدم اسم تخطيط تخطيط غريب ما حصلش في تاريخ الغزوات كامل إن ياسن أد سفر مك ثلاوين أد سفر مك الرشن ون أد سفر مك أنت سفن ذي لغمان ذي غطان ذي انت سعماك أنا سيغر إن ياسمي لان سفر مدكو يعني انت سفن أذيرين ذفير الجيش الجيش يتقدم رزداث جيش هوازن وثقيف ذي الغرزداث ذفير نسان ذفير نسان ذفير الجيش أذي لنت ثلاوين سوف لك لغمان أذي لنت ذي الورش مشطاح رو نسان وذي الممين يكسبن أي غار أنا سيغار إني يسبش كل يوم سيون ولا يستسلم الميموث خطريون سيان ذي الولا غادوا ولا غسروا وذوا ولا سخانوا أني ورثوا غادوا ولاش وذا غثلوا النية وكورذاني وكذا إلى آخره شوال ما كنت ساكن الشجاعة المقاتل يرفض السيف القفوسيس إزراد فيرس إمولاني يسروي يستمطوثي يسيس كذا إلى آخره الماليس أكو أني كسعة سيان ذي أني ولا غالا أذكمل غالا لم يوضغر النصر يستخدم طريقة عجيبة جدا عجيبة جدا وذا غسال حينكا إينا يسيرنا نظرة باللي محمد صلى الله عليه وسلم نظرة باللي يتحارف الثلاوي ورنقر الثلاوي دايما تسك الوصايا سين الله تقتل صبيا ولا امرأة وحتى ولا عابدا مش قاعد مثل الكتائب ولا عابدا في صومعته معنتها مقاتلة المقاتلين دايا كان وين رفضن السيف ولكن ثلاوين توصي النبي صلى الله عليه وسلم باش لا الجيش المسلمين لا يقتل النساء وينقر ثلاوين جيش المسلمين وينقر الصبية راش مشطاح قردان جيش المسلمين لا يقتل العابدين في صوامعهم غس يعبدون يعني على ضلال لا يعبدون الإله الحق ولكن مدام يخضاكن خضوثت وكذلك لا تقطع شجرا مم المقاتل المقاتل ميلا قتل يعني المقاتل من الكفار ومن المشركين إذا قتل لا يمثل به خطر الجثة تسعى الحرمة غسل ماذا كافري ذا الكافر ولكن ثنغيط ذاين لا تمثل به وفي زمان غتسقصر يعني غاديني إلا مقارن القيم القيم لي فالور القيم لانت في السلم والحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ما هوش مقاتل كذا غسم الزعيم يبغى الزعامة غير النظام يكون مراقي أشرنا إلى كثير منها في الدروس السابقة لذلك وجدقي الملك بن عوف يعلم باللي ثلاوين يكونوا في مامن أذي استخدمك ويقول ذا إلى آخره أثني استخدم باش الفورتيفيين المقاتلين في نفس الوقت يسعى الطمانة باللي النبي صلى الله عليه وسلم ورنقر ثلاوين ورنقر يقول ذا
وري القرى البهائم والغمال الحيوانات صافي شوف التخطيط يعني سبحان الله وثقي جامين سلاياس ياكو كاين نهضر في الدروس نعدان ولكن هذه من 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 خصوصيات ومن سمات غزوه حنين. بعد يكمل السنه يخدمها خطبه كبيره لرفع الروح المعنويه للجيش ويقرص باللي يكون السياق له كثره يعني جيش المسلمين 12,000 يعني معظم كتب السير نان 12,000 وجذني المشركين اكثر يعني اكثر من ضعف المسلمين يعني اكثر والمسلمين الجيش نسمي قوى بالمقارنه الى الجيوش اللي عدن وجيش قوى جيش المسلمين قوى 12,000 الله يبارك ما شاء الله وقال لك المشركين اكثر الدوبل نسم يعني اكثر من 24,000 يكمل يرند ما كاد الناس الى وين يقرزان وكذا الى اخره باش يسنفك القوه المعنويه للجيش المشركين باش يستمتون في القتال ولا يولون الادبار ولا يعودون ولا يفرون الى اخره يسوج ذاك الظروف امش المشركين الى قد انتصر دي غزوه حنين سبحان الله أكان يثضر ولكن ذا غائن سلمان إزمال ذا غضعف نين سلمان لن سلمني قلن ذينا ذي الجيش للنبي صلى الله عليه وسلم اسمي ولا القوة نسمى تصص قارنا ينتقد يون السيسم يعني عبر عما يعني في قلوب البعض إن يسن لن نغلب اليوم من قلة وفي رواية يعني لن نغلب اليوم ونحن كثرة المعنى بوال باللي نكني ذين سلمان أثاصيذنا 12,000 وطبعا عادة وليش تكافؤ يا الجيوش دايما إن سلمان الشويط وقاذني نظن ذي الكثرة الكفار وكن يا ربي انصرف خطر وما النصر إلا من عند الله ظرا شفام في غزوة بدر من ذي نحكى اسم النبي عليه الصلاه والسلام يزول يدعو ربي سبحانه عز وجل يا ربي ايناس يا ربي 314 بالمئات وياض بالالاف ايناس يا ربي ان تهلك هذه العصبه دخل عصابه في روايه فلن تعبد فوق الارض كان ثقه النبي صلى الله عليه وسلم في الله يعني يا ربي ذا يقلان ذا يقلان شوية طاي كان يقلان ما إلا وجا ذاك سو محقا فكنت المشركون صافي ولا شو راك يعبذن وطبعا ربي سبحانه يسعى وراك يعبذن أمر العباد والعبودية ربي سبحانه ولكن النبي وهذا راسه ما نساوش يعني يهضرس اللغة ياكي الله عز وجل سي الثقة نكسع حسن الظن في الله عز وجل وكذلك ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في نصر الله ذاكي انتقد رجل من المسلمين إن ياسن لن نغلب اليوم من قلة يعني غادي يكوني تصيدنا القوة غاس من حيث العدد لو كاذ نكسع عن العدد أكبر المشركين ولكن داغ المسلمون سعى 12,000 الله يبارك ما شاء الله فبالتالي يشم ومقارن العجب والغرور والظلام لشوالاكي مكش من لون في جميع مجالات الحياه اتي الهزيمه سبحان الله ولما ذيون راح يسعد ليك زمان ما يحقر ليك زماني هو سيني غري غاس مليح غادي نرسي دياوي ما إلا ذي التجارة كيف ولا ذي الرياضة أصحاب الرياضات جرفن لذلك بنادم إلا قد يسعو الثقة ذي ربي أولا وذي يسعو الثقة ثم الثقة ذي جيمانيس ولكن إلا قد يزرب لي ذي ربي توفيق ندايا ذي ربي وما النصر إلا من عند الله وسي قرايون سلحسابي ونكينين وسلقوين وكذا ولكن سبحان الله ودائما سنن الله غلابة وسنن الله لا تعرف المجاملات ولا المحابات بمعنى امام ضربين احد شفنا شو نهضر في احد ثراسقي في معركه حنين في غزوه حنين
فذان كان المسلمين فذا الحرب انهزم المسلمون في بدايه المعركه. انهزم ينسل من ذي البدايه ذي المرحله الاولى من المعركه، وفر الكثير من المسلمين رولاً ذاين، ولا الهزيمه أمكن إظهار الفرار في غزوة أحد. ميم ذي غزوة حنين في بداية المعركة في بداية الغزوة انتصر المشركون، انتصر المشركون نيغاون دو سوثار بلي المشركون كيا ولا القوة إلى التخطيط إلى كذا يرنا يبويا سنداك السبات أمشى رجه دم معنويا أمشى رقون أمشي راك من ديال المعركة لبث النهاية، وين يموت يموت. أني وراه يغال، أني وراه يرول. كلشي ياكل لا فامي يساكل الراويس كذا إلى آخره ذفير. فبالتالي بعض كتب السير إن يحبون ديال الغمان المشركون في لونك سفلي الغمان كي يعني تهيمن على المعركة يعني ولا كل ويشجعوا المقاتلين المشركين. المهم المسلمون انهزموا. ذا شو سبب الهزيمة؟ باتفاق كتب السير باتفاق ذا شو سبب الهزيمة؟ ذا العجب حسبني ما نسنا سقي أن انتصرت القوة، فهمن بلي النصر ذي القوة نسن نسن النصر ضربه دي تساكن ولا قال بد ما ذي يغفل خطر ما يغفل سيني سي القوة النغ هكا ثمر سنغ نحكاد في الجزائر دين تنزرم ياك ياكل مجاهدين ياكل قال يعني يكون دي حكان يغدي حكان ندوك ربي غينصر ماشي المعنى يس، ولكن ده ربي وفق المجاهدين باش هذا كافحا استخدمنا شو من زمان من بعد ربي سبحانه يطفس نفوس ربي في كاد النصر، النصر من عند الله والايه تعرفوها كامل اذا جاء نصر الله. مش في الايه في سوره التوبه الايه 25 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أكيد في ذا الآية 25 من سورة التوبة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. معناه وكذا القرآن يهضرين سلمًا باللي ربي ينصركم في مواطن كثيرة. شحال قعدان ربي ليذون ينصركم. صفي النصر من لقد نصركم الله. صافي منطف الآيه الآيه 25 من سورة التوبة أدنوي كل آية النصر أن تفض دائما النصر مقرون بالله إذا جاء نصر الله والفتح كدينا ربي نصر الله إلا تنصروه فقد نصره الله ذي الآية النظن وما النصر إلا من عند الله ذي الآية النظن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يكل آيات أندى إلا النصر ربي يشد ثرغورس ما تشغل القوة جنس المن ما تشغل القوة للسلاح ما تشغل قلة بعذا ونغل المشركين نغل الكفار، ولكن النصر من عند الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. هذه مقدمة الآية 25 من سورة التوبة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أعجبتكم. عجبن كل من نوان. عجبن كل من نوان. صافي ذاك ماذا نتعلم؟ نتعلم كي نقرا نستقبل رقيقة الزور. وين يبغى ناذ يزور يرقيق. هذايا كان وين يفغان اذ يزول يرقيق المعنى حذر ثيث مثلا غفغ العقل ذي الدنيا ثنغي ياكوا انحسب باللي ذي نكونيس الشطاره ناقص الحراشه نخ ذي كلش نخ نخدم التخطيط ني التخطيط ني يخلف 12 عايث جوست باش انا وضغ الهدف نشتاق ليك والله ما يلها خاطر وين ينصر ربي ينصريث ربي مريف غار النصري وين هو يسكن من مسفهم وكين سلمنا كا هذا نخدم والسلام عليكم ربي ندمو قول يعملوا خذ مثل الله يعينكم في جميع المجال ذي التجاره ذي القرايه ذي الدعوه ذي الفتوى ذي كل شيء ما الا
العبد يستخدم طرق النظام والهوارة صافي ولا ما كني غادي كسفوسي يا ربي ورب لي قبل راسك حتى زين سلمان الصحابه ولا جرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا حتى ربي يفرسد فلم تغن عنكم شيئا يعني أركنت في عراغ القوة نوان إما استقرم كنا سيقى قلغن جهد قلغن قوة قلغن سعى إلى آخره وضاقت عليكم الأرض بما رحبت معناه الأرض مني إقوسعا قعر بثوسع ثغل ضيق في اللون ثم وليتم مدبرين ثرولم فارين من ساحة الوغى فرولم يا نعمي ذو الصحابة ورولم هم بشر رضي الله عنهم أجمعين ولكن هذه سنن الله إفغاء قدر ربي باش المراجعة ضرنت ذي الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ويوم غزوة أحد نفس الكلام بطريقة أخرى نحكيت في الناس المسوف والخضار للمشركين اسقرن خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم نغاث نغانت يفوا الخبر وبعدين اشتكي يغرس الهزيمه معناتها صافي تحارفض في سبيل الله ماشي في سبيل الرسول هنا بعد حكيت ماشي موتوا على ما مات عليه الى اخر ما تعلمون وما سمعتم لذلك جمعت الخير هاوث ربي وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين باش يعني ضوض ينسل من ريوث الدرجة فضيق في اللسن القاعة يوسعن فضيق في اللسن القاعة ثم وليتم مدبرين ولكن رب سبحانه عز وجل انصرف النبي عليه الصلاة والسلام صار يستعين بالدعاء اسمي ولا ينسل من الصحابة رولان قيمة وقاذل ويقاتلون بعد تحول صار تحول لسببين السبب الرئيس هو ثبات النبي عليه الصلاة والسلام والسبب الأول هو نصرة الله عز وجل انصرفن إذا عيس النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل اللهم بك أحول وبك أصل وبك أقاتل حديث مذكور رغم وارد أخرجه الإمام أحمد في مسنده معنى في قلب المعركة النبي صلى الله عليه وسلم مريغ في لارف الدعاء إذعوا ربي باش ينصر إذعوا ربي باش ينصر سلما وهو في قلب المعركة ثم جاء التأييد من الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هيث ربي باش يدم حصيات فيرمي بها وجوه الكفار بالحصيات باللي يثس نصر الله هو ماشي السيف ينسل من ولان العباس كان يروي وغيره من الصحابة سوالين ذاك كان كحصاية تدي خدمك سل قضرار بغض نقص سوثمون سن سلن سن ويرول ويفغيث العقل وإلى آخرين ما عندها ثغال انقلبت الأمور المسلمون اني قرول الغال اسمي ولان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ولن نصر الله ولنت لأنه سبحان الله بين لحظة وأخرى يفدل كلش وربي سبحانه يحبس النصر في النهاية إذن لا أطيل في تفاصيل هذه الغزوة أكتفي بهذا ولكن في هناك بعض لطائف أخرى سأذكرها الآن بعض النظرات وبعدين المشركون رولا وذهبوا إلى الطائف هناك من الفارين إلى الطائف وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم وتحقق نصر الله لذلك قلت الطائف هو حصار وحصار الطائف هو امتداد لغزوة حنين تم مطاردة جميع الفارين من المشركين وصار حصار إلى الطائف ثم صار حصار النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه للمشركين بالطائف وتحقق نصر الله في النهاية وكانت الغنائم الله يبارك غنائم كبيرة جدا تصل غنائم يعني يدربحن ينسلمن ذي الغزوة يجي ذي غزوة حنين والطائف النبي عليه الصلاة والسلام تكفى المعركة انتصر
صافي تحقق نصر الله، صافي ذي البداية كانت الهزيمة، ثم إلا نصر الله للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. بعد ثورة تكفى المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يوزع الغنائم، ونستوي رب للغنائم هو الذي يشرف على توزيعها، ذن السنة توزيعها. وذا قيث مثلا دفتكني يوثن اليوم القوس في كل صفض إنسلما صفض ثماثا ما ذي المزيرية دكلا ما يسد الخير الفرق بسم الله ذي المحنة دكلا، ولكن موسى يسد الخير الفضل في كل لم يمثبب السن أدوار سنة كل خير من يكون الله يبارك ذي النار يبذل الخلاف أتبذل الجستيس طاق على منطق الكاميونان تحونا التركتورنا كل شوالين أذكم أصيمرنا ثم شوت تذكفوا يا لكم أغد فكير النظرة يجي باش نظر بالليل المال ولا قال ذي السبة مقطع الأرحام لا يمكن مهما كانت الأسباب لا يمكن، ولكن ثقوا لنكون ينسلما لنوجد السجن غفلا أحيني كني ذني في يو ثم ورثي لقى ذوي 600 مترا ذوي 600 مترا وتساوي غير 590 10 مترات يا عجبا ما سمح ثنتيك ما صاف دير ثنهير صاف دير تخص رقزة تخص ضرمة مش الميزان ثقوا لكل الموازين إلا وندى تصرحوا الميزان أحيان في الرقزة الميترة وستجغة رقمة ولو أكا وستجغة فراك وستجغة في غد ينغ المال يلها عصب الحياة كلية من كلية الشريعة بس القدر يسوى زليس ولكن أريد قرى ذي للسبة باش أنفضو يرث السد ويثيرو نغى ير إشريخن أتفضل اسمي قيم للحيف لندي الحيف اسم عوان وكذا وكذا اسمي في كدر بيرفح فايذا وكذا أتفضل ما ندي لاجستيس يفري يخري 400 مليون يخري 500 مليون تروح الثقة يروح كذا إلى آخر والشيطان يكتشمل سي ثبوثاكي بذرين سواطاس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأيام ينسي يشكر الصحابة شو سنينا ينس أراكم تكثرون عند الهلع وتقلون عند الطمع ينس في الوقت الحيف في الوقت الطيق تحضرم تحضرم توجدم من الوقت يعني الغنائم ولا شو يكون ناقلي ليس المعنى يس دليلها يشكر إثن أراكم تكثرون عند الهلع وتقلون عند الطمع. لذلك يا جماعة الخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم يوزع نسد الرسول يوزع عليه الصلاة والسلام لن وجد يعني حديثي عهد بالإسلام أو وجد يفكي سنس زيادة تأليفا لقلوبهم إلا ذي القرآن ذي سورة التوبة الآية 60 ثمانية الصنفني يدينا رب سبحانه وقال يستهلن الزكاة ثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المهنات والمؤلفة قلوبهم يفذر ثنيد معنتها إلى سهم سهم من أموال الزكاة سلع شور أذي روح إلى المؤلفة قلوبهم لتأليف قلوب الناس باش تقربنا على الإسلام شاهد يجبد وقال لك هذه جيزا ذي الإسلام يونا أبو سفيان الزعيم ذا قرو إلى آخره يفكياس يونا سهيل بن عمرو يفكياس يونا صفوان بن أمية يفكياس يونا الأقرع بن حابس يفكياس يفكياس يعوم الخير الله يبارك إلى الخير يفكياس بعدله وحكمته وحنكته يزرع ولكن فغديون رجل ذي السلامة يناد مش قرص قبالي يقنى الناس يلدين يميس يقنى الناس يلدين يميس الناس قسمة لا عدل فيها يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ذي العدل يميس ايه نعم
ولا شو ريس الكينا وليد الرسول صلى الله عليه وسلم كني معنى ذا وكل ما نقرأ السيرة نقرأ السيرة باش نحفظ نحفظ أنا السين دغدغ أنت مواقف اخترتي كوال ذافاس نغذي ما السد فرقني ورا ولسنا سينا وشيني شرم صباطلي ثورة ذا شوي مولاي لقد حرش نخدم العدل إن النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وماشي غا مولا معنا يسد خدمنا هنا ينفغان لا استقصي ند الشورى ند كذا ماشي ما لذلك نفتح قوس آخر غير توسيك إن ساعتص بقرن من ذي الحبوس إن ساعة ذي ثمور الزائر الحبوس نغطس الحبوس ظلما ظلما ذي العجف ذلولوفة إيه ماشي مية ماشي ميتين ماشي ألف ماشي ألفين توخذ من الحبوس ثمور الزائر يخول فن ثشر عيث أكون ديادة أفضل الحبوس أخيني هذا حبس غاكو ينكس فغاكو تسمورت تزمورت ضخمت كذا 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 أسيني في إيماني هو في إيماني سنسا خطر يقال ما يلها ما يغزي في العمارة سيدي في إيماني بخام جمغارة أنا وسن دي في إيماني صافي هذه خدم الله قارنتي طمانا إيماني يلا أم بعد ذي تسارو لن وقال يتسارون فرو نسن كان أكذ ورو بورو نسن تقشيشين إكسنتنت إلا نوان داغ العكس إلا ولكن كثرة تقششين سيلا وين كان تغريث سواتاس مفهوم جماعة الخير وثيك بعثيك ولكن سيلا وين ما إلا رسنتد أخيني ثين دي رزن ثين دي فران نغثين أميف أمي موث ورقازيس أدوغال ستادير دوغال تعيش إنا يكاد تعيش أخامة تزدر أخام و تشتش الخريف تلقضى الزمور ألا ما ثموث مي ثموث تربح وثين يموث الذي ولا رطايض أكا جرسنت من بعد إما إلا ذا الرشا ذا روح سرشا رشا ذا وين أكن سقو رشا 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 ألا ما بعد حين ما تناسلوا وتسلسلوا في الإسلام استخدمنا الإكسبرسيون أجي عبارة تستخدم أخيني ما تناسلوا وتسلسلوا في الإسلام إلى فإن جاء الحمام يعني الموت عليهم جميعا يعني على الشريف والوضيع وكذا وكذا في كل مش خدما أخيني ثم ثقيك تؤول أند ثغال إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة زادهما الله تشريفا وتعظيما رحت رشيني في استاتي فلاس الخير يمشي عليه امشي ثوين ذخر ثوين دخل الفافور نمشي ثوين رمكيو المدينه يمكيو المدينه خصا شي باش اسنف كنكون يا شاد فوكي سرست جوارنا وش الدوز احكام 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 غير دني غاولا كي باش دينير من خلال السيره ومن خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إدينان اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم المعنى يس أقذف ربي خذ مثل عدل يردريا ون المعنى بوال أتخذ مثل عدل على حسب فزمر فيه ماشي المعنى يس دغا دورو دورو ميطول أذي لغا شوط زيادة كان غاكا ثلا يمرجى ما كان اسمي لا طوليرون سني ثلا مسموحة ممذي شرع خطر كي صدقات 10 كيلو كونطابل في كواس تفكري 50 مليون يون 49 يون 50 يون 40 يون 30 يون كذا وتغنضر كل مخي كانت الشغل مي ماشي مع سبق الاصرار والترصد اصير الشيني اش في فتح حانوت ساخ 40 متر اشير نوغا كاميون ده جديد ما ذاك الشيني اش في 50 مليون نو هيفان ذاك الباطل دابا الكام نغوني حرم انت قشيشين نغوين راي فوني وراويس ديال الحياة سيسا دي فضو سوفري لا دوناسيون الهيبة ما راي فضو الهيبة ما تشادي طبق الفريضة أخيني أقشيش أسفكر مثلا 400 متر أقشيش 200 متر أنا لا وإن ذي المواريث ذي الميراث ذي الفريضة لو كان ذي الموثي ثموثض طبق الفريضة أقشيش هذه الدبل تقشيش يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
ولكن ما سو فريد لا دوناسيون الى قل عدل اتسعدلوف ديال وراوي اي غرض فكي غام اولاكي باش ادينيغ العدل المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذاكي في غزوه حنين اشرف على تقسيم الغنائم، يوزع الغنائم ما فين سلمن ينتقد يون ان ياس قسمه لا عدل فيها، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم باللي اريخ ذي مرى العذل ذي 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 القسمه يبغيث الخضار. ان ياس النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله، هو اللي ياخذ من العذل مورث يخدم على ربي ذنبي، هو اللي ياخذ من هذا السؤال لا ينتظر جوابا. فمن يعدل كتب السيره بنت ذاك الحديثه بالفا وراه مروي عند الترمذي وابي داود بالفا، فهي تفيد الترتيب والفوريه مباشره. فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله، هو اللي ياخذ من العذل مورث يخزي مع ربي ذنبي، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ان هو الا وحي يوحى وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زدت هذا الرسول بالوحي، يعني الوحي يرافقه وربي سبحانه معه في التجارب باش هذه ظلم. فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله، اولا كي تغسل اللغه المرورنا في نظراتنا في السيره في كوال نكوني جارنا أتفض الحكم الشرعي واضح حكي لا لا ثق في الغالة زرق في الغالة خي حكي وانت ماشي واسب بين الميراث ناشي بابا يجمع يموت يجد ليس كذا سمطوطيس كذا ذنكني مثل ما ثنيس إنا يكفن في غارة دولين دي لا جوستيس الفريضة حسالي إن سمطوطيس ثمانية في ثمانية يلي سم نفس النفس وربي ديننا كاين يا خاطر أحنا شي النفس كامل يا صنص شي دينا الفريضة لكن دينا ربي ذنبي اكيد دينا ربي ذنبي انك النفس يا صنص انك تجوج اللي ساكت تجوج انها ستساوي النفس انك في الظهر لاباس بها يعني خاما كي تسيغن ماركانتي انها ستساوي النفس صافي شي دينا الفريضة الشرعة كي دينا اينك الشرعة كي شو تبغي هذاك ما؟ إنك فغير لا لوا ناس لا لوا 94/11 معدلة ب 0502 بغا سلسل القانون؟ ناس كيف كيف؟ كيف كيف؟ القانون أم الشرع كيف كيف؟ إنك صافيني بالقانون ناس إيه إنك جديث القبايلية ناس المداولة 1749 روح كتاب حمد الساحلي تسلم فيها وكان فلسي عفو ربي يورث كتاب تمشطوح تشكيت يخدمت في المداولة يقدران يثمرث القبائل يثمرات القبائل 1749 يحكد الله يرحمه رجل مؤرخ فلسي عفو ربي يعني يكتب يخدم التاريخ مليح يخدمت لي سيركونستونس ظروف هذه المداولة اسمها المداولة الاجتماع مداولة الاجتماع 1749 عندك ني هضرن في مسألة الميراث تمطوط تراد غلا مرة أخرى معناتها خويا العزيزة لا. لذلك ربي نادي سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اكفى وول يلا من بعد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شو سينا رحم الله موسى ذين ذين مكتد موسى أي غادي مكتد موسى خطر ربي سينزل دي القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ربي يسوع صبر أما كني صبرا أولو العزم أولو العزم لن خمسة أربعة أكثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم
نوح أمغار الأنبياء أنوويض إبراهيم خليل الرحمن موسى كلم الله أكذ عيسى المسيح عليهم الصلاة والسلام جميعا أرنو ياسر محمد عليه الصلاة والسلام صفي ربي سبحانه ينزز دي القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كل يون إلى قد يحوج ريفيرونس ان موديل قدوة سيض الصبر أما كان صبر الفلاني الصبر أكاديتك ما ثمو قرضي يوني الصبر أكثري سنقى الصبر أما كان صبر الفلاني صافي النبي عليه الصلاة والسلام ولا نساكن قرص قضايري ولدي ذمن تهمت ذي العدالة ينس يقرحيث الحال يضريث الحال من فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر المعنى اسم موسى يعدف الناس أكثر بكى يعني يصبر صافي إني صبر ما كان يصبر تفرى تايا ولاش يكفى ووال الصحابة فهمان ثرسا كل قنيعة قولوان كل يوم سحنا كل قنيعة والحمد لله إذا كنت صفضك شويط إذا ما دينيون يا أخي مدام ما تشيك الصحابة إيه شويط كان مي الشراع يبغى دي زيزدي يبغى دي زيزدي لك ولا وناك أكيد لها الفايدة أي غري مولا ما رمي لناك دخان ما يقول إنه هنا أنت قلقك يقول كان يقول هذا ثرس الطرفوث أتشمي منسي يقول سجمة ولكن كيف صار أي غري أخويا إنه هنا زعفة أسفد هنا كان قارس تقبل أغسفد الضاكوي من سيدة يفدد أكي قارن أسفدد يا أخويا أي غري كي نفرحك ونشرهاك والسلام عليكم ما إلا عشو يقرح أنت قد دوني ولكن أسنغنيك الإسلام حريص على طهارة القلوب تزدق بولاون وقين تقسد سيرسيس قسمة لا عدل فيها ونغض الأمر يتكرر في, 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 في حياة الناس لماذا؟ لأنه هكذا لضعف الإيمان لما لا يونس على الإيمان والإيمان ينسى في كل القنيعة يتشوروا لسد القنيعة هنا يعني دي صاحنا مرحبا الحمد لله الله يفيرك ما شاء الله تتفغر العقل هذه ود كان ذيك السفكة وذيك السفكة سي بور سا ما تفضي ونوسع القنيعة شا ما ديروا أي القرن القبائل ثوانت ذقول وين يروى وليس يروى يوى روى وليس دائما ود كان ود كان الرشوة الحرام سي بور سا القوانين في الدين ما كويت مورث ماشي كان ورنا سوء خدم القانون كنت بغير اي توجور الحيل 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 لي دوتورنمون الكذب ذوك رضا الى اخره ذي النهايه سوى الخوف ربي ركز انت مسلت يقول ما يقاد ربي تسقاد راه مور يقاد ربي اين استفكض الذروس استفكض الذرار الذهب كي نرمي والسين فكض اسيف من الفطان كي نرمي والسين وهكذا اخطر القنيعه ولاش من اراد غنى فالقناعه تكفيه والامام الشافعي الله يرضى عليه الناد وإذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ونسى عن القنيعة الجوليس أمنتسى أمن يكسب الدنيا مرة هذا الحديث يقوم الإسلام حديث أخرجه الإمام مسلم ثورة ذي الخاتمة نخدم مقدمة لغزوة تبوك ثقي غزوة العسرة غزوة نزمات نكفوها ساقي خطر غزوة طويلة ذي بزاف خطر ثورة ذرهم غزوة حنين والطائف ثقي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب دايم ثوران الشم أو كذا الروم صافي الأمر ماهوش بسيط غزوة الروم غزوة تبوك اللي اسمها القرآن اسمها ساعة العسرة وتلقب بغزوة العسرة الغزوة يجي غزوة كبيرة وخطيرة وخطيرة جدا وقد ذكرها القرآن الكريم بتفاصيل وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والأحداث مبثوثة في السيرة المطهرة في أحداث كثيرة سنذكرها في الدرس القادم ولكن كمقدمة أولا غزوة تبوك اسمه غزوة العسرة والقرآن اسمه دي سورة التوبة الآية 117 اسمه ساعة العسرة العسرة أي العسرة
خطر عسرة أولا في المسافة، مسافة طويلة جدا أكثر من 700 كيلومتر. إلحان، إلحان ماشي عن طريق الدبابات ولا عن طريق الطائرات ولا لا لا، فضار. وممكن تفصيل ثلاثة من الصحابة يعني يتعاقبون على الرحلة الواحدة. اسمها إيمان 700 كيلومتر حبيبي ماشي شوية أخويا. ها شحال كيدير صاحب لو كان سي غير دار تيزي وزو السي نضا ناوي ينبلغهم لا يون وعاودي وحين دروس سيارة. ولكن هو 700 كيلومتر ما إلى ثلاثة مدن صح ينبلغهم. صافي سميت بغزوة العسرة أولا عسر أو عسرة في الطريق في المسافة بعد المسافة واحد. اثنين عسرة أيضا في المؤونة ولاش الغذاء ولاش الماء يخوص. يظن المي الصحابة أزلون الغم ضمعا ذو مالي قلان ذو عبوضي ستنسون. سبحان الله جماعة الخير ماشي ذين ثقي الخيال ماذا شوث، ولكن هو واقع عاشه المسلمون عش عاش الظروف كي وعر مليح مليح. تصور اقلا نكوني جالسا الى قان زلوا الغم باش هاد الكسامه اللي نتقوا عبوضيس اثنسو انسوا ماني اني وري بضفاد. ايضا عسر في الحراره حراره الجو يحمل الحال القنفذو يرغى الحال ماشي كان يحمل الحال. لذلك سماها القرآن ساعة العسرة الآية 717 من سورة التوبة. زيد أيضا عسر في قلة ذات اليد في المال ولا شذرين. ذين النبي صلى الله عليه وسلم يشجعك الصحابة حثهم على البذل والإنفاق باش يدفكنا وكاين يكسبناك كل شيء ميزمر أين ميزمر. وتنافس الصحابة عليهم الرضوان المقل كان ذي وقت نطق ذي الطق اللي سبان ورفيق كل يوم شو ذي فكاه. عبد الرحمن بن عوف يفكاد سق ماركانتين قن سلمان. عمر الفاروق يفكاد نصف ما يملك. أبو بكر الصديق يفكاد كل ما يملك. إنه كي كسبياك إنيس النبي صلى الله عليه وسلم إنيس ما أبقيت لأولادك أشو تجد إنيس أبقيت لهم الله ورسوله جاسن ضربي ثنبي إذين عسرة ماشي ذين السهلان. عثمان بن عفان وحدس جهز ثلث جيش العسرة كانتير ثلث. ذي نغسين النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم إفكيس الضوء الأخضر يصفر حيث إن يسوش شك ضرا ذين يا ابن عفان والسياد الساول وكيد يتصوض اللاذا وكيد يتصوض المضرة ذاين يعني يصفر حيث يسمى الشريك. لماذا؟ في كيس البشرة لأنه أنفق وجهز ثلث جيش العسرة. وسيأتي البيان مفصلا إن شاء الله في الدرس القادم. إذن إثن النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع للعطاء للإنفاق باش الحارف الروم وقوة كبيرة جدا. ولكن ذلك سبحان الله لان ثلاثة الأصناف تخلفوا ورحضرنا للمعركة غزوة تبوك. أولا الصنف الأول هم أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار يعني المرضى والكوى والضعفاء وكذا يسميسن أصحاب الأعذار وكذا ورشوركنا في غزوة تبوك. لماذا؟ وعذرهم معهم ضعفهم وعجزهم ومرضهم. إلا الصنف والسين ذنوى هم المنافقون. نستقيد تقيد الخاتمة إنسلم نروح نكس القوة نسنس وين كسبن أثقاف جيش الروم صفة الكفولة ثنفلون أدقيم المنافقين هذا عمرنا المدينة المنورة. صافي المنافقون فاندغ في سنسنا سنين خطر المنافقون يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان. الكفر فرنت ظهر عند الإيمان سنين ظهر عند كلش أي غر أثجن جنتي الطيق. المنافقون تخلفوا حضرنا لها الصنف والثلاثة
هم المخلفون ثلاثة دين سلمان دين سلمان سعنتم الشهود ذكره القرآن كما في سورة التوبة الآية 118 ثلاثة يسم قصتهم عجيبة جدا قصتهم عجيبة دين سلمان ذي المؤمنين ما شاء الله الله يبارك ولكن ضعفا أرحضرنا را الغزوايقي لانت الأسباب نسم وسعين ترح تقيمة أم بعد ذلك نهضر في اللسان أم حيث نعزل ينسلمن بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم باش تظهر ميمير القبائل نسعد القوان تذرين نزيش لن ميم تذرين رسا أندا أذا عزلن يون أنا عمي أذا عزلن ولاش ولا يمسلين ذاس ولاش فقيث الله صافي الساعة نظر تجي باش سيدنا الشرح مليح ديال الدرس ديال الدون ثلاثة ياكي عدن ديال عين السجنيف سوى عزلا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ضيق في اللسن المثني سلك يا ربي ذا شو المثني سلك يا ربي سبحانه استلكتنا ربي استيزت الصدق سفينة النجاة سوى في ذات كان إثني سلكين يرنا ميروح نظهرنا كذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سلام كاسي قريه درك في مانيس سي قراوات سكيدفغ هذا سكيدفغ الرسول صلى الله عليه وسلم يرني ان ياسك سنه غاد سكيدفغ سي تادير سيريس ماشي سيغا مسلاي سيغا سنه غاد هضر ضح داد بوال ولكن يلحو يلحو يتسنغا كذ يمانيس سنه يمانيس يهضر النبي عليه الصلاه والسلام ان ياسي واتي سيريس الحين يهضر فيهز وتسيدت سني جعلي ربي جعلي ربي جعلي ربي السبة إمي إسلكي ربي فكان إسلكي ربي يكون بعد الصدق سفينة النجاة أثما شو تجسي نحكو التفاصيل في الدرس ديت دون ولكن إلا يون ذا صحب جليل ورح ذير غزوة العسرة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ما كاش مفاجأة إن شاء الله لأنه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم زنسي سينا نقيم قيم الشيني تعصد المدينة صافي بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يروح قرصين يا رسول الله تجضي علي بن أبي طالب لشغالة يزم رأسا يرني يحملثني يحضر مليح ولكن باش نظر طاعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أم كيف ضوعا يروح قرصة ما كان قرن هذه اللغة المعاصرة التماس إعادة النظر إني يا رسول الله قيم غداك المرضى الضعفاء قيم غداك المنافقين قال لنا داك كيف هذه اللي غيدي هذه اللي ذي الجهاد هذه اللي ذينا الناس ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي هذه رواية من رواية الحديث إني يسوس قبل ظهر باش تسيري ذاك الشيني المقامين المنزلين أم المنزلة من هارون من موسى يعني يرفلس ربي الشاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه تسيري بمنزلة هارون من موسى ليش النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس نبي بعدي ولش نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو ختم النبيين لذلك يقول العلماء غزوة تبوك كانت فضيلة على علي بن أبي طالب يعني يفرح يساطاس أخطر يحظي بهذا المقام الشريف يفكيس النبي عليه الصلاة والسلام المنزلة يجي الرفيعة السانقة سيأتي البيان مفصلا إن شاء الله وقدر في الدرس القادم إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.